اليوم صراحة متحمس حلقة غرام. حب. اخوانا هنا لو كانكم حبة حبة. اول حاجة قبل المباراة وقبل ما مبارك لفريق البرق كلكم شفتوا الصور حق الشبواني وحق مطلع مطالع، مش عارفنا من اللي قنعه وقالوا لك كده بلا الطافية والناس بلا رواتب، من اللي قنعك وقال لك لك كده من، وفي نفس الفعالية اللي حضرها وقال على الشعر بالليل، لا مو بحريز دي حاجة جديدة، قال انسكم الرجال نفسه من المكلة طالعة منها اشرد له عندكم لانكم شعب المطيع. بس اللي حصل في المباراة ما نحن مدارين ايش نقول على الشعب ده، مطيع ولا خوع من معليش نحن كله بنحكي لكم. لكن قبل ما اتكلم في حكمة ألمانية تقول كتر اللطم يعور، عندي ألمانية لا مجدي صح، واحد تانية مع من الحكمة دي قال لك ألمانية قال لك صينية، إذا اشتد عليك البرد البس حلاسي وإذا خرج السيون البس رمال وحضر عده. نرجع تاني مرة ونقول ألف مبروك النادي برق تريم وهارد لك للمكلة. طبعا الكل شاف المباراة اللي لعبوها في الأولمبي في سيون حق يوم الجمعة نهائي كأس حضرموت، وأكيد كلكم شفتوا الصور حق تركيا قصدي الغالي راعي الشباب كان موجود وحاضر، هو ما لقش إلا حب الكريم ويحضر المباراة هني ميو العشروتي معروف. طبعا كل شيء كان من الراعي الرسمي حتى المما جابه صح رنق المنصة حق الملعب ولقى حديد. الهدف من الموضوع ده كله ايش كان ومن حضوره؟ انه ننشر انه حضر موت السلام، لكن سمعت الجمهور وقال والله موقف صراحة ما نتمنى حتى لسعيد اللي قاعد في الهضبة ولا شيخ الجبل. يعني تخيل كده انت يارس مشبوح رتك حالة والناس كلها برا ومنظرك في الامم المتحدة عيب، والله انا مكانك انا بقول لهم حلو بيت من الحلوة حق مطلع مطالع وبشيل نفسي بروح انا قوم طار على مصر تو مال المكلة لمصر. بعدين شفته ايش حصل بعد المباراه ومن سلم الكاس، اكيد هو كان يبغى يدخل التاريخ من اوسع ابوابه لكنه دخل التاريخ من الباب الثاني، وفي التاريخ اللي بيجيب من عند دخول قوارير الماء للملعب. لكن رغم هذا كله قوارير الماء دخلت وجابت قرار الديزل معها. ايوه صح دي افعال عشوائيه نحن منيدها طبعا، لكن الحاضرين شافوها فرصه انهم يعبرون عن معاناتهم على القهر اللي يعيشونه. طبعا هو قالوا حق الحاشيه وحق المطبلين وحق الاساتذه بقول لكم اخر الحلقه، لكن الناس تغلوا هذا الحدث مشان يعبرون عن غضبهم انهم اشهرهم يتصارعون والمواطن مبهدل. حتى صاحب الهضبه هذا كان حاضر مش له كم قراره ما بيشربها لا فراسه بشلب شرات هذا من العلاقه ابو 300 التلي كو. طبعا بعدين بعين كده يمشي بقوارير واش يقول سعيد شكل لجنه ولا في القوارير هذه حق المطيف بنبيعها سعر فرد عادي فيش، يقول له وانا صرفه انت ريال تحب السحاق منين يبلغ ما شيل القوارير بس حاول في قوارير معروفه. والحاصل خليته حضرموت من ازمه لازمه عشان خلافاتكم السياسيه، واحد لو حد ارسل له رساله قام وقال نعلن التصعيد ومسكوا له كم قاطره خاصه حق حتاجر وشي حق كهربا وشي حق يوبس مهم على خبيط الرماد. واخر مره قالوا اعلنوا انه في نقطه حقهم مسلحه في غرب المكله سمحوا بمرور ناقلات محمله من البترول طبعا بعد ما وقفوهم. وين المشكله؟ المشكله انه الحلف وصف اصحابه بالقياده الامنيه التابعه له ولقى نفسه صبغه قانونيه عشان يحاصر الساحل الشرقي الغربي وخانق الخدمات عن المواطن وعيشته. اما صاحب المباراه بعد ما سمع الجماهير وقالت له برا نعلن عن الديزل المدعوم، وهنا جت الدور على الاحزاب انها تلعب لعبتها وجت بعض المنشورات بين الطرفين وكل واحد بغى يستغل الموضوع لصالحه. طرف قال انها حركه قذره واستغلوا الحشد عشان يمررون اهدافهم وزعزعت الامن، وطرف ثاني من صار حزب الاوساخ قال انه الانتقالي هم اللي حدفوا، والانتقالي قال انه حزب الاوساخ والحاشي حقهم اللي حدفوا. لكن ما حد من هالاطراف هذه كلها قالت انه الناس بلا كهرباء، وما حد منهم قال انه الناس تعبانه، وما حد قال انهم تعبوا من فشلهم، وما حد قال ولا حد تكلم ولا حد صرح باي شيء يخص المواطن التعبان المكعدر هذه، وما حد قال انهم صرفوا للناس راتبهم ذا اللي صرفتوها في الباصات اللي لعبتوها لعب في البطوله هذه اللي ماشي منها فايده لا حد استفاد شيء منها. يعني الناس حاضرين وكان الامور طيبه عندنا وان احنا عايشين عيشه حلوه. المهم نرجع للموضوع حقنا، بعد المباراه صدر هذا القرار، جاوب تخصيص كميه 350 الف لتر ديزل يوميا مدعوم من كميات بدروم سيله اللي جالس عند شيخ الجبل. يعني لو تقدر انت تلقي كده كان لقيت كده من بدري اخي، تعبنا والمواطن تعب والناس تعبت وبقى جافة لا اله الا الله، وخلوه بسعر يومي ب 800. ايوه انه صح الواحد بيطبر عليه وبتعطل اشغاله وانه بيقع في محطات محدوده، يعني بتدخلون السماسره حقكم والمفسدين والعالم كله معروف الشغله حقتكم كيف، وفي ناس بتتعيش منه بتستفيد منه الموضوع معروف معروف كل الكلام معروف يعني، وانتم كله ذي قدام عينكم تشوفونه. لكن قدو شيء يستفيد منه المواطن وبرضه عشان يهدون الماء اللي جهزوا لهم قوارير دحين. نقترح انا انه النهائي الثاني يكون في الهضبه عشان يحصل لكم قاروره، لكن سعيد ما محتاج نهائي ولقيت كي من تريم في واحد في الرضيمه وني بيسحقك باليوم على كيفك قلت سعيد امورك كلها بتمشي الرضيمه فضل اسمي. والصراع السياسي هذا اوصل حضرموت المستنقع قدر وخطير، وكل طرف يرسل رسائل مباشره وغير مباشره، ودي يستغلها فؤاد دي ودي يستغلها فؤاد دي عشان كل واحد يسقط الثاني من الداخل وضاع المواطن بينهم. ولا كيف بيفهم المواطن انه نعمل اللي في الوادي اصبح نعمه وانه اكبر مسؤول في المحافظه يتجول بسيارته ويسوق في الوادي على اصوات اغاني بالفقيه والداني الحضرمي في الوادي اللي كان الناس كلها تموت فوقه، وفي المقابل الساحل اصبح محاصر بنقاط قبلية
هي مسلحة وامتدادات الخدمات تخترق فجأة تظهر فجأة وآخرتها ده كله عشان الديزل أوهام العظمة والحكم. وفجأة كده الحضبة تبارك قرار المحافظ بالديزل المدعوم، وفي نفس الوقت أنصاره طالبون بالحكم الذاتي، والهضبة تجيب وتعلن بالتصعيد على الساحل. لكن رأي الشعب أبسط مثال كان في التعليقات في الفيسبوك على البيانات حقكم، كل الناس تقول تصعيدكم على الساحل بس، والوادي تعرفون أنتم طريقه وين، بس بعيد عليكم دارينا بتتعبون، والخشعة قلنا في البرد بتروحون، هذا اتفاق بيننا وبينكم، بس الظاهر انكم حتى في البرد حق السنة الجاية بتروحون، لأنه لجنة التصعيد اللي لقيتوها فيها أفراد يمثلون حزب الأوساخ، وصالح ببغى أحد منكم يجي، أبغى أحد يجي قد طول بالتعادون وبالتعبون، تخيل أنت كل هذا يحصل، صاحب الحليسي ما حدو، أوه وينك؟ أو تعال بنشوفه، أو كلمنا احنا، ما وحشتك البلاد، أوه نهاية عندنا، حتى ما يقولنا احنا من بعد من الزم، لا إله إلا الله، الحليسي تقصم من كثر ما يومه مطروح في ركبة ما حد يلبسه، خاف والله ظهر، شفنا احنا كذا حتى لك موجود في الساحل الغربي اليوم عندهم مولع مع الحوثيين، تعلق ايران قبل من تصرطه تقول نارك وقف فوق شغلك ولا شفهم بيقضون الشغل بعد عليك، قاعد حبه ريح وتعلق احمر عين، عندنا احنا مخلينك في الواجهه، تعال وقف فوق شغلك، كم جيم هذا فوق شغلك تو، وبس والله الجنوب قادم في البرد ده.